حول هذا الملف ينضم إلينا من بغداد عضو الهيئة العامة للتيار الحكمة رحيم العبودي. سيد رحيم أهلا بك. إذن هناك انسحابات بالجملة لأسباب تكون مختلفة، هذه الانسحابات وقراراتها ما مدى تأثيرها على الانتخابات المقبلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أمسية سعيدة عليكم، شكرا للاستضافة. المنسحبون والمعترضون على الانتخابات المبكرة هم المفلسون المغرضون الذين يتعاطون مع آمال الشعب العراقي بشكل سلبي، هم الذين يحاولون أن يرجعون إلى المربعات السابقة، هم من لا يمتلكون الجرأة لخوض هذه الانتخابات، هم من لم يسعفهم الحظ لأن يحفظوا ما أوجههم في الأيام القادمة، هم الذين لم يستطيعوا في ظل هذا الوقت أن يتحضروا جيدا لهذه الانتخابات، هم من يأتمرون بأمر الخارج إلى آخره من التفاصيل. لكن المجمعون السياسيون الذين كانوا واثقين من أنفسهم اتفقوا على أن هذا الموعد هو موعد مقدس، ونحن في التحالف قوى الدولة نقول بأن هذا الموعد مقدس وسوف نعمل وبكل قوة على تثبيت هذا الموعد وخوض هذه الانتخابات مهما كانت الظروف ومهما كانت التحديات، لأنها مفترق طريق ولأنها البوصلة التي سوف تعدل مسار العملية السياسية والمعادلة السياسية في العراق. نعم أستاذ رحيم، نحن نتساءل ماذا يدور في صالونات السياسة؟ هل هناك إجماع على تأجيل الانتخابات؟ ومن هي الجماعة التي تريد أن تؤجل هذه الانتخابات؟ أنا سميت لك من يريد التأجيل أو هل هناك إجماع أيضا خوض هذه الانتخابات؟ الإجماع على خوض الانتخابات وأن الموعد 10/10 هو موعد ثابت ولا بديل له لاعتبارات كثيرة، أولها أن هذا المطلب هو مطلب جماهيري وشعبي وسفكت من أجله الدماء، أن هذا مطلب مرجعي ودولي وإقليمي، أن هذا مطلب نحن نشدد عليه في قوى تحالف الدولة، وأيضا هنالك معطيات تقول بأنه في حال لو لم تكن هنالك انتخابات سوف تكون هنالك مذابح في العراق وهذا لا نريده. إذن المعادلة الصحيحة أن تكون هنالك انتخابات وأن نبتعد عن إراقة الدم العراقي، بالتالي نحن مع أن تكون هنالك انتخابات حقيقية قائمة على الأمن الانتخابي وعلى الشفافية والنزاهة وإبعاد السلاح المنفلت وكذلك المال السياسي عن الخوض في تفاصيل هذه الانتخابات وعملية الاختراع، بالتالي نحن نشدد على الحكومة أن تقوم بدورها وتحمل مسؤوليتها إزاء هذه التحديات ومنها الملف الأمني. نعم الأستاذ رحيم العبودي عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة، شكرا جزيلا لك.